طبعا بالظبط. النهارده ان شاء الله ماتش الاهلي امام سيراميكا الساعه 9:30 مساء على استاد القاهره، وطبعا دي واحده من المباريات المؤجله من الجوله ال 27 لبطوله الدوري الممتاز. امبارح الفريق ادى ميرانو الختامي، وعقد كمان مستر مارسيل كولر محاضره بالفيديو مع كل اللعيبه وكلم معاهم عن الجوانب الفنيه والخططيه. ادى الحراس تدريباتهم، كمان ابتدى حمدي فتحي برنامجه التاهيلي بعد شكوى من الام في العضله الخلفيه، نفذ بعض التمرينات تحت طبعا اشراف الجهاز الطبي. وبالمناسبه الدكتور احمد ابو عبل رئيس الجهاز الطبي للفريق قال ان حاله اللاعب مطمئنه وانه هيخضع لبرنامج تاهيلي مصغر لتجهيزه لمباراه الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو ان شاء الله، طبعا في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. طبعا اللاعب كان اجرى اشعه على العضله الخلفيه وجاءت النتيجه مطمئنه الى حد كبير، وان شاء الله يعني يعود بالسلامه في القريب العاجل باذن الله. طيب دي مباراة مهمة، دي مباراة مهمة جدا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، مباريات الدوري كلها مهمة لحد لما بتقدر ان انت توصل لمعدل النقاط اللي تخليك تلعب بشكل خلينا نقول مرتاح عن باقي الماتشات او باقي ماتشات البطولة. احنا داخلين الماتش ده خلينا نقول النادي الاهلي متصدر طبعا مثبت الدوري الممتاز بكم نقطة، ب 59 نقطة تحديدا من اجمالي 23 مباراة خاضها في المسابقة حتى هذه اللحظة. طيب المباراة دي هتكون الاخيرة قبل ان شاء الله المواجهة بقى الأساسية والأهم والأكبر، مش أكبر من الدوري ولكن الأكبر في مشوار طبعا الأهلي في بطولة إفريقيا، بنتكلم نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبالطبع عندنا غيابات، عندنا للأسف الشديد كذا غياب، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي شغال خلينا نقول على اللعيبة عشان كلهم يستعدوا أو يستعيدوا مرة تانية لياقتهم. أي قرار بقى هيخص أي لاعب إن هو ما يلعبش أو يلعب ده بيخضع لمصلحة اللاعب في الأول وفي الآخر طبيا وفنيا، والناس والجماهير يا كريم متفاهمة ده جدا، يعني ما ينفعش حد ولا عمر حد من الجماهير أبدا كان بيتدخل في إن لا اللاعب ده محتاجينه حتى لو عنده إصابة، الكلام ده عمره ما بيحصل، دايما بنبقى أو تبقى الكلمة الأخيرة طبعا للجهاز الطبي والجهاز الإداري والجهاز الفني. الأهلي طبعا لو احنا هنتكلم هو بيحافظ على لعيبته، بيحافظ على رجالته في الملعب، ما يقدرش ان هو يجازف باي لاعب شعر باصابه او ارهاق او تعب، وزي ما كمان النادي طمنا امبارح او تحديدا عن علي على حمدي فتحي قدر كمان ان هو يطمنا على الشناوي، لان ناس كتيره كانت قلقانه، ناس كتيره كانت عايزه تعرف الشناوي وضعه ايه، علي لطفي وضعه ايه، يعني هم بيكملوا تنفيذ دلوقتي البرنامج التاهيلي خليني اقول لحضراتكم الخاص بيهم وعشان يتم تجهيزاتهم للمشاركه في المران الجامعي. ده بالنسبه للعيبه عندنا. طيب بالنسبه لبرده الجهاز يعني عندنا طمنا على اللعيبه اول باول، وهو قال كده في تصريحات مختلفه الجهاز الطبي، قال انا كل ما هيكون في جديد في هذا الملف يعني هيعرضه على حضراتكم غير بيانات مختلفه للنادي الاهلي، لان الكلام كتير يعني ناس كتير تطلع تقول لك على فكره الشناوي مش هيلعب، على فكره علي لطفي اللي نازل، لا 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 ده مصطفى الشوبير، انا الكلام ده عمال اسمعه بقالي يومين على السوشيال ميديا وعلى المواقع. بس ده العادي النزعه اللي عند كتير من الجماهير، كل واحد عنده رؤيته وعنده تشكيل وغير جماهيرك خلي بالك وغير جماهيرك طبعا. فالكلام كتير زي ما بقول لحضراتكم، اي حاجه جديده في هذا الملف بيكون في خلال او من خلال بيان بيصدر عن الجهاز المعني عندنا هو الجهاز الفني والجهاز الطبي. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم امبارح اعلنت رابطه الانديه المحترفه المصريه اختيار قفشه رجلا للجوله ال 22 بعد ما سجل هدف في شباك طلائع الجيش، اعتقد ده برده يعني خبر يسعدنا جدا. قفشه من اللعيبه عندنا الثقيله اللي قدمت كتير جدا للنادي الاهلي، واعتقد لسه قدامها كتير عشان تقدمه للنادي الاهلي، فمبروك صاحب القضيه ممكن واللاعب طبعا اللي ده لمسات تاريخ خلاص مش هينتسى يعني. لا من اللعيبه اللي فعلا ليهم لمساتهم الساحره وعنده من الفنيات ما يكفي لامتاع الجماهير، وبالذات لما يكون نازل اي ماتش من دول وهو فايق بالمعنى الحرفي للكلمه.